انقطاع الكهرباء المستمر وغلاء الوقود وارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، مشاكل تلقي بظلالها على حياة السكان في محافظة الأنبار. 8 ساعات فقط هي كل ما يحصل عليه الأهالي من الكهرباء الوطنية يومياً، وهذا في كبريات المدن مثل الرمادي والفلوجة. أما في باقي المناطق لا سيما البعيدة عن مركز المحافظة فإن انقطاع الكهرباء يتجاوز 16 ساعة يومياً، ما يعني اعتماد السكان على المولدات الأهلية التي يعاني أصحابها أيضاً من غلاء أسعار الوقود وقلة الدعم الحكومي. صعود الغاز وكثرة إطفاء الكهرباء ماكو تجهيز، انت قاعد تشوف قدام عينك هسه المولدات مشتغلة من الصبح لحد الآن، تجيك ساعتين حتى ما يكملوا لك إياها، وقاعد ضريبة، الغاز غالي، آجار أرض، مي، وكل هاي قاعد يتحملها المواطن، راح يصعد سعر الأمبير على المواطن، وماكو أي دعم إنه، الغاز ده نشتريه بسعر الدولة حالنا حال أي مواطن يروح يشتري، أبو الكية، أبو الشفل، أبو القلابة. لا دعم غاز، لا، وإحنا عندنا التزامات، مشغلين، إيجور قاع، ضريبة، نطالب إحنا بدعم من الحكومة. الكهرباء يعني الساعتين يجيبوها خلي جواها مضبوطة، وهذا الحر 55 درجة الحرارة، 55 60 توصل، هاي مولدات ما صنعت هيك، الحكومة ما وفت بعهدها أبد. ويلقي مسؤولون في الأنبار باللائمة على الحكومة في بغداد، مبينين أنها الجهة الرئيسة المسؤولة عن سوء تجهيز الكهرباء الوطنية. الكهرباء تعرف أنت مع اتحادية مركزية، وأيضا السيد المحافظ وجه واجتمع مع مدير توزيع الأنبار والقطاعات الأخرى بمتابعة هذا الموضوع، وهناك تحدث إطفاءات شداون في عديد من الأماكن. وعود حكومية على مدار 20 سنة مضت تتحدث عن تحسين قطاع الكهرباء دون نتيجة تذكر، إذ تم إنفاق نحو 120 مليار دولار بداعي إنتاج وتطوير قطاع الكهرباء منذ عام 2003 دون نتائج ملموسة.